الثاني اللي حضرتك بتقولي ليه ثواب صلاة الجماعة 27 وأزيد من صلاة الفرد وحده؟ بسبب اجتماع المؤمنين أو الاجتماع بين المؤمنين على الخير وعلى الطاعة، وده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وإن في تزكية لأن يجتمع الناس على الخير، وليس هناك أفضل من أن يجتمع الناس على أمر العبادة كالصلاة، وإن الإنسان المؤمنين بيصطفوا صفوفا بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى ملبين نداءه، يقومون بإقامة الصلاة. فبسبب الاجتماع نقدر نقول الحكمة في ذلك، بسبب الاجتماع بين المؤمنين على الخير.